كابتن أيمن، يعني هو قال كلام صحيح، أضاع ركلة جزاء، كان عنده بعض الفرص لفريقه خصوصا كمان في الوقت الضايع، يعني السبع دقايق اللي شفناهم في نهاية المباراة كان فيهم محاولات كتيرة جدا من الداخلية، وكان ممكن يباغت الإسماعيلي، فبالتالي كان هيبقى عنده مفاجأة ويعمل حسابات تانية خالص لفرقة الداخلية. الراجل واقعي، وأنا قلت لك واقعيته كسبت خيال إيهاب جلال. واقعيته إن هو راجل جاي من هزايم كتيرة ورا بعض، عايز يوقف الأول سلسلة الهزايم، يا يتعادل يا يكسب، لكن ما يخسرش النهارده كمان. هو كمان بقى مسؤول، فحلو قوي إن يبقى مسؤول وما يتغلبش، وبيلعب الإسماعيلي في كل العوامل اللي تخليه يفكر إن يعمل ماتش، زائد إن شخصية الداخلية على مدار التاريخ، ولسه بنضحك أنا وكابتن أبو جريشة، هي بتلعب على الكاونتر أتاك، الهجمة المرتدة، بدافع وبعد، يعني ما فيش أي مفاجأة للإسماعيلي، يعني لو أنت بتفكر ما فيش أي مفاجأة لأداء فرقة الإسماعيلي قدام الداخلية، هي الداخلية شخصيتها كده. كان كل حاجة مهيئة طبعا بصراحة الإسماعيلي، وكان الإسماعيلي مهيئ أقوى أكثر تنظيما بصراحة، مناطق نص الملعب اتطورت قوي مع إيهاب جلال، مناطق الدفاع اتطورت بشكل جيد، يتبقى فقط المنطقة اللي قلت عليها، لكن في الآخر هو الراجل دخل بالهدف وحققه، أتعادل أو أكسب، ضاع منه المكسب كمان، بقى هو حزين على ضربة الجزاء اللي ضاعت منه وليه حق، وضيع منه الفرصه اللي احنا اتكلمنا عليها في اخر الماتش اللي بدماغ المهاجم بتاعه، فاعتقد هو سعيد بالنتيجه وعبر عن سعادته في الحوار معاه.